إذا انتهى من قضاء الحاجة ماذا يصنع؟ لا بد من تنظيف تطهير المكان. إما بالماء أو بالمناديل بالحجارة بالأخشاب. المناديل الحجارة الأخشاب يشترط لها شروط. أن تكون طاهرة لا نجسة. لا تكون محترمة، يعني لا يمكن أن ينظف المكان بالمصاحف بأوراق الحديث مثلا. ولا يمكن أن يستعمل طعام الإنس أو طعام الجن أو طعام دواب الإنس أو طعام دواب الجن في تطهير المكان، يعني لا يمكن استخدم الخبز اللحم مثلا. أقل شيء لابد أن استعمل ثلاثة أحجار ثلاثة مناديل. إذا رجع المنديل أو الحجر جاف ليس فيه أثر بول ولا غائط، هذا معناه أنه حصلت الطهارة، حصلت النظافة. نعم. إذا لا رجع المنديل والحجر غير جاف لابد يزيد. حتى يرجع المنديل والحجر جاف. يبتعد عن الوساوس، لأن الوسواس من الشيطان. نعم.